مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقة استثنائية اليوم الساعة 5. يمكن أول مرة بتشوفونا الساعة 5، لكن اليوم إن شاء الله حتكون حلقة استثنائية، وحنجيب لكم شغلات كتير رائعة إن شاء الله تستفيدوا منها في حلقات أخرى الساعة 5 والساعة 11 زي ما وعدناكم في بداية هذه البرامج. اليوم حنتكلم عن برنامج حكومي تقوم به مقاطعة أنتاريو لمساعدة الناس لتوفير الكهرباء، توفير المبالغ اللي بيدفعوها على فاتورة الكهرباء. لكن هذه البرامج للأسف مش ناس كتير بتسمع عنها ولا بتعرف عنها، عشان هيك اليوم راح نستضيف الأخت لبنى عجور. هي تعمل في هذا البرنامج وحتشرح لنا هذا البرنامج بتفصيل، عشان كيف نقدر نستفيد منه، متى نقدر نقدم له. خلينا نرحب أنا وياكو بالأستاذة لبنى عجور، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا دكتور جمال، أهلا وسهلا بكل المشاهدين الكرام. يعني في بداية يعني أنا أود أن أشكر حضرتك جدا، يعني جزيل الشكر ليك والقائمين على هذه القناة الرائعة لإتاحتهم الفرصة ليا لتقديم البرنامج ولإفادة أكثر عدد من الناس، خاصة الجالية العربية، يعني هم أهلي أولا وأخيرا. وأنا قدمت الحقيقة البرنامج ده يعني لمؤسسات كتير وفي أماكن كتير، بس الحقيقة أنا النهاردة مبسوطة لأن أنا حاسة أن أنا مش بشتغل، يعني أنا حاسة أن أنا مع أهلي كده وهنقعد نتكلم وأفهمهم البرنامج، فحاسة أن أنا يعني هتكون يعني جلسة عائلية يعني. فشكرا جزيلا، وأتمنى أن اللقاء يكون مثمر وبناء وأن الجميع يستفيد من البرنامج ده. أستاذة لبنى، أكيد أول شيء أنا حابب باسم قناة كنار تي في في البداية أشكرك على أنك أتحتي لنا الوقت هذا. هذا الوقت خارج دوامك، ولكن لأنه عندك أنت الحب لمساعدة أبناء الجالية وافقتي على هذا الوقت، فبنشكرك شكر جزيل ده ونتمنى واجبي، لك. ده واجبي، وشكرا ليكم. والحقيقه ده واجبي، يعني ان انا يعني انا يعني مش عايزه اتكلم كتير عن نفسي عشان ما ناخدش من وقت البرنامج، بس انا الحقيقه قررت ان انا لما جيت هنا قررت ان انا ادرس نون بروفيت سيكتور مانجمنت، علشان يعني انا كان عندي الباشون ان انا بقى يعني اختم حياتي المهنيه في خدمه الناس. فمش بالنسبه لي شغلي هو مش وظيفه، هي حقيقي هو يعني بس يعني هو حاجه، يعني انا بحس ان انا لما يعني بخدم الناس انا بحس ان انا بحقق ذاتي بالطريقه دي. فيعني ربنا يقدرنا ويقدر آمين حضرتك وكل الناس الجميله والرائعه اللي موجوده آمين انها تساعد ان احنا نكون سبب يعني في افاده ناس تانية. يعني اتمنى ذلك. يعني طيب شكرا خلينا جزيلا نبدأ. لك. شكرا لك. خلينا نبدأ أول شيء، إنه أنا في أول كومنت حطيت الكونتكست تبع الأستاذة لبنى، ممكن تطلعوا عليه كل المعلومات، وين بتشتغل، مكان الشغل، رقم الهاتف العمل ورقم الهاتف الموبايل والإيميل. بس حابين نفهمكم إنه الأستاذة لبنى الآن تشتغل من المنزل بسبب الأوضاع اللي كلنا بنواجهها، فإذا رحتوا على الأوفيس ما حتلاقوها، فالأفضل إنكم تتواصلوا معها عن طريق الإيميل أو التلفون، وهي حتحكي لكم برضو عن طرق التواصل وأوقات التواصل. الأستاذة لبنى، خلينا نبدأ. فاتورة الكهرباء تعتبر من الفواتير اللي كبيرة التي يدفعها المواطن الكندي كل شهر. بالضبط. كل واحد بفكر بأفضل الطرق للتوفير في الكهرباء. الحكومة الآن عم بتحاول إنها تجد طرق بديلة إنها تجيب شغلات موفرة صديقة للبيئة، موفرة. نعم، بالضبط، موفرة. وصديقه للبيئه. نقطه حضرتك ممتازه، يعني احنا دايما بنقول موفره للطاقه، لكن حضرتك الحقيقه يعني اضفت اضافه ممتازه جدا وانا برضو هتطرق ليها، ان هي صديقه للبيئه. يعني فدي اضافه رائعه من حضرتك، لان دي حاجه احنا يعني احيانا بنفتقد الاسلوب ده في التفكير، واحنا حابين ان احنا يعني ندعم الطريقه دي في التفكير، ان احنا البيئه دي برضو لما بنحافظ عليها هي لاولادنا ولاحفادنا، وادينا شايفين يعني احنا في الظروف دلوقتي عرفنا فيها يعني اهميه كل الاجراءات الوقائيه. يعني فطبعا يعني أكيد فيعني بالطبع يعني صح، هي احنا دلوقتي بنشوف بنحاول نحسن من او نوفر من
المبالغ المدفوعة في فواتير الكهرباء عن طريق إمدادات وأجهزة كهربائية موفرة للطاقة وصديقة للبيئة زي ما حضرتك تفضلت وقلت. بيرفكت بيرفكت، معناها انت انا بدل انا اذا مثلا هغير الثلاجه، الثلاجه هتكون نفسها هتبرد وهحط فيها حاجات، بس بالظبط بدل ما تصرف 100 دولار بالشهر هتصرف 50 دولار. بالظبط. والجميل بقى في الموضوع يعني ان الثلاجه دي هتيجي لحضرتك لحد باب البيت ومن غير اي فلوس، حتى فلوس من غير اي يعني with no cost، من غير اي مبالغ ماديه مدفوعه حتى، ولا التركيب ولا الشراء ولا اي حاجه. فده شيء واو ممتاز يعني. طبعا طبعا، يعني الحاجات دي فانا نحن هشرح في شوق، بالتفصيل. نحن في شوق معناها. يعني كل الخدمات انا عايزه. وعلى فكره يعني برضو حضرتك يعني كالعاده رائع، فكرتيني برضو بنقطه مهمه عايزه انوه عليها، ان كل اللي انا بقوله ده، كل الخدمات المقدمه اللي انا هتكلم عنها دي مجانيه، لان في ناس بيختلط عليها الامر. يعني انا كنت النهارده عامله برزنتيشن وفي الاخر خالص، مع اني قلت اكتر من مره ان ده with no cost with no cost، لقيت ناس بيسالوني يعني بكام يا جماعه. فهي لا، كل دي احنا مش انا بشتغل البرنامج ده، برنامج ممول من حكومه اونتاريو يعني بالتعاون مع جهات يونايتد واي ايست اونتاريو، ذا جود كومبانيون سينيور سنتر، اند طبعا هيدرو اوتوا طبعا. فده احنا كل حاجه مقدمه هي من غير، هي مجانيه. احنا ما بنعملش ده، انا لما احنا لما بنعمل دلوقتي هي مش دعايه، احنا بنعمل ده علشان نحاول نوصل الخدمة دي لأكتر عدد من المستحقين، يعني توصل لمستحقيها. فعادة أنا الحقيقة بلاحظ إن الجالية العربية كتير ما بيكونوش عارفين عن خدمات كتيرة موجودة، فأنا يعني شفت إن دي فرصة جميلة يعني إن احنا نوصل لهم المعلومات الكافية عن البرنامج ده علشان يقدروا يستفيدوا منه. وبشكر إذا حضرتك تاني يا دكتور جمال. هلخص نقطتين مهمات. أول حاجة إنه هذا البرنامج مجاني 100%، طبعا 100%، حتى الدكتورة أستاذة لبنى ما بتاخذ منك أي شيء، لأنه كل الأمور اللي بتندفع لهذا البرنامج ممولة من الحكومة تبعت مقاطعة أنتاريو، وبالتالي ما في أي دفع عليك نهائيا إذا أنت. وبعد ما معلش حضرتك، وبعد ما بيتم التسجيل في البرنامج حضرتك بيجيلك ايميل من هايدرو اوتوا على طول بانك انت الابليكيشن بتاع حضرتك سبميتد، وبيدوك وبيكلموك في الميعاد اللي حضرتك بتختاره، وبتتم البروسيس بالشكل ده تبقى كونفيرمد يعني. فهي فالموضوع طبعا احنا بنشتغل، احنا مش مؤسسات خاصه، احنا مؤسسات حكوميه ومؤسسات نون بروفيت. فيعني انا دوري مجتمعي يعني في العمل العام، يعني احنا بنحاول نوصل للناس علشان نقدر نفيدهم بخدمات مجانيه مقدمه من الحكومه. طب انا بس عندي سؤال، انت ضليتك تحكي عن هايدرو اوتوا، هل مثلا واحد في تورونتو بيقدر يقدم عليه؟ اي مكان في اونتاريو. هو انا عاده ما اي مكان، البرنامج ده لكل الناس اللي في اونتاريو، وانا برضو ممكن ادعمهم. يعني انا عاده بيكون معايا مع هايدرو اوتوا وبرضو هايدرو وان شويه، بس انا برضو بقدر اسجلهم في، لاني انا كونتاكت مباشر مع المانجر للبرنامج اللي هي مسؤوله عن التسجيل كله. فانا برضو هقدر ادعمهم في لو في اي اسئله، لو عايزين اساعدهم في التسجيل، اي حد جوه اونتاريو لا يتردد لحظه في انه هو يكلمني. Sounds good. Okay. على بركة الله. شكرا جزيلا. طبعا الأستاذة محضرة لكم يعني برزنتيشن صغيرة كده، سلايد شو، عرض كده بس علشان نفهم منه أكتر عن البرنامج، وتكون عندكم ريفرنس ترجعوا له لو حبيته في أي وقت. هي طبعا البرزنتيشن بالإنجلش، بس أنا يعني هحاول أشرحها وأبسطها قدر الإمكان. وطبعا زي ما قلت في البدايه، اي حد عنده اي اسئله يعني حتى ولو كان سؤال بسيط جدا، لا يتردد لحظه في ان هو يكلمني، يتواصل معايا في التليفون اي وقت، من يوم الاثنين مانداي لحد فرايداي، من الاثنين حتى الجمعه، من الساعه 9 صباحا وحتى الرابعه مساء. ولو كان الفتره دي مش مناسبه برضو يبعت لي اي مسج بالميعاد المناسب لي وانا هتصل بيه. بيرفكت. إذا واضحة، الأرقام الهاتف موجودة والإيميل موجود للأستاذة لبنى، أي وكمان واحد يحب يتواصل معها
بالشروط كلها، وهل الدخل يؤثر؟ اكيد في بدأت الاسئله تهل علينا، حنحكي عن كل هاي الاسئله تحت أمرك. ونجاوبها ان شاء الله. واذا اي شيء، انا بس حابب اذكر انه في عندنا كومنتس ممكن تحطوا الاسئله واكيد حنجاوبها في نهايه الديسكشن او من نهايه الحوار. واذا في اي شيء ما جاوبت عليه او ما لحقتوا تحضروا او تسمعوا، ممكن تتواصلوا مع الاستاذه لبنى او معي، انا حوصلكم معها بكل طبعا الشرف. طبعا طبعا تحت امرك، شرف لي يا دكتور جمال، شكرا جزيلا. انا بس خليني اشيل البانر عشان يكون واضح أيوة. كامل. يب ايوه ده هنا عندنا، دي اول سلايد فيها بنلاقي. لو حضرتك تقدر تكبر السلايد يكون افضل، يعني حابه المشاهدين يشوفوا احسن يعني سلايد. هو this is the full size, the full screen. اوكي ده ممتاز جدا. طيب حضرتك هنا ده البرنامج Affordability Fund Program، ده البرنامج ده ممول من حكومة أونتاريو وبالشراكة مع United Way East Ontario ومع The God Companion Senior Center وطبعا هيدرو أوتوا، ده بالنسبة لأوتوا. عندنا Affordability Fund Trust Community Activation Pilot Program، ده اللي أنا بقول عليه. إحنا دورنا هنا، دورنا في المؤسسة، إحنا أنا كOutreach Coordinator دوري إن أنا أحاول أوصل لأكتر عدد قدر من الناس، وإن إحنا نحاول إن إحنا نسجلهم في البرنامج، نفهمهم البرنامج، نخليهم يستفيدوا من الفاندنج كده. واضح. ايوه يا دكتور. مين احنا؟ زي ما انا قلت يونايتد واي. يونايتد واي دي ده يعني اذا حبيتوا تعملوا سيرش عن يونايتد واي، فهي دي مؤسسه فاندر كبير موجود في اوتوا، بيمول اعمال كتيره وبرامج كتيره مجتمعيه، هدفها كلها، كل البرامج دي بتهدف في النهايه لتنميه المجتمع. طبعا انا outreach coordinator for the affordability fund trust united way east ontario and the god companion seniors and partnership with the god companion senior center. دي الحاجات اللي احنا هنتناقش فيها النهارده. هنعرف الـ affordability fund trust هو ايه، وايه هي الميجرز. الميجرز يعني هي ايه؟ الميجرز بقصد بيها البرنامج ده بيقدم خدمه في ثلاث مستويات، فهنا انا هشرح في المستويات دي، الثلاث مستويات اللي بيقدم من خلالهم الخدمه. يعني ايه كلمه بنفيشري؟ يعني ايه بنفيشري اللي هو المنتفع من البرنامج؟ هنفهم يعني ايه وازاي هي بتتحدد. السؤال اللي انا عارفه ان في ناس كتير قوي هتساله كمان، اللي هي الاليجيبيليتي، ازاي نعرف ان احنا يعني كواليفايد للبرنامج ده؟ ده كله هشرحه. هشرح مين هم الجروبس اللي احنا نستهدفها او مجموعات الناس، امثله، انا هدي امثله لكن اي حد يقدر يقدم امثله من الناس اللي احنا ممكن نستهدفها. هشرح ازاي جت فكره الكوميونتي اكتيفيشن بايلوت. في ناس بتقول لك ايه علاقه يعني هيدرو اوتوا ولا شركات الكهرباء بيونايتد واي بذا جود كومبانيونز، ايه اللفه الطويله دي؟ انا هشرحها لكم، وازاي جت فكره البرنامج وفلسفته ايه، ويعني وازاي احنا بنقدر نساعدك، وعلشان تقدر تسجل مطلوب منك ايه. وطبعا في اخر حاجه هكون عندي حتى في سلايد كامله مكتوب عليها كل الكونتاكت انفورميشن بتاعتي، زي طبعا ما الدكتور جمال مشكورا حتى هي برضو نفسها تقريبا، بس انا حطها في سلايد لوحدها علشان تكون سهله عليكم انكم تشوفوها في اي وقت. ايه هو بقى الافوردابيلتي فاند تراست ده وجت يعني ازاي؟ ده الافوردابيلتي فاند تراست، the government of Ontario، يعني حكومه اونتاريو اسست البرنامج ده امتى؟ في مارس 2017 كجزء من حاجه اسمها the fair hydro plan. يعني عشان هم عملوا ده علشان يبقى كجزء من ده، كان funding جزء من المبلغ كده حطوه علشان البرنامج ده، خصصوه للبرنامج ده علشان يقدروا كجزء من بلان حطوها اللي هي the fair hydro plan. الaffordability fund ده بقى في حاجة ده overseen by a trust، في حاجة اسمها trust، دي ده يعني بتبقى هي فلوس كده على جنب، مبلغ كده على جنب مش مستهدف لبرنامج محدد، هدفه فقط خدمة الناس بدون أي حاجة تانية. يعني بنقول إحنا دايماً إن البنفيشيريز أو اللي هو حضراتكم هو دول السبب لوجود البرنامج ده. وفي طبعاً
Board of Trustees, مجلس متكون من مين؟ Representatives from both the social service and utility sectors. Social service هي خدمات الاجتماعية، المؤسسات الاجتماعية اللي زي United Way، اللي زي The Good Companion Senior Center، and utility sectors اللي هي زي شركات الكهرباء، اللي زي Hydro One وزي Hydro Ottawa and كل شركات الكهرباء اللي هي بتشتغل، اللي هي بتعمل في موضوع الهايدرو. فهم دولت، فبيبقى فيه ممثلين من الجهات دي هم اللي بيشرفوا على البرنامج ده. وطبعا بيبقى معروف ان ده فاندنج مخصص لشيء معين اللي هو إفادة الناس، او ان الناس تستفيد منه بدون اي اهداف ربحية او بدون اي مقابل نقدي او عيني. زي ما انا قلت برضو هنكمل تاني، ده هدف البرنامج ان احنا نساعد العائلات او الاسر اللي هم الاسر دي ما بتكونش كواليفاي للو انكم كونزرفيشن بروجرام. يعني في بعض العائلات هي مش لو انكم، يعني مش لو انكم فاميليز، فبيكونوا مش اليجبل لاي برنامج خالص في برامج دعم الطاقه. فالبرنامج ده بيبقى هدفه ان هو يساعد الناس دي اللي ما بتستفدش من اي برامج تانية لدعم الطاقه. البرنامج ده كمان صمم علشان عندك أيوة. معلومات عن هذا برنامج دعم الطاقه الناس اللي بتستفيد منه اللو انكم؟ للو انكم ايوه عندي، هقول لحضرتك دلوقتي وهقول لك ان انا ممكن اساعدهم كمان ازاي لما انا هشرح كل البروسيس دي، وانا ازاي ممكن اساعد حتى الناس دي ان اللي مش eligible للaffordability fund program ان هم يسجلوا في البرنامج التاني اللي هم eligible ليه ويستفيدوا برضو من برامج دعم الطاقه، وهشرح ده كله بالتفصيل. sounds good. فالبرنامج ده صمم طبعا علشان to address electricity affordability not any other forms of energy use. يعني انا بعض الناس بتسالني عن، وانا منكم يعني انا زيكم برضو فاتوره الغاز عندي بتطلع كتير بس هو البرنامج ده الحقيقه للالكتريسيتي مش للغاز، يعني الكهرباء للكهرباء ايوه للكهرباء مش بس مش للغاز. يعني انا عارفه ان احنا كلنا فاتوره الغاز مشكله، بس يعني هو الحقيقه البرنامج ده للالكتريسيتي. طيب الميجرز بقى دي حاجه مهمه جدا، وبرده الناس بتبقى عندها فضول انها تعرف طب انتوا يعني هتعملوا لنا ايه، يعني او ايه اللي هيحصل. يعني هو هنا في ثلاث مستويات للدعم. اول مستوى ده بتبقى بتستلموا كده زي علبه كده صندوق بتكون فيها شويه ابجريدز ذات كان ايزلي انستول يور سيلف، يعني انت تقدر تركبها بنفسك زي شويه لمبات موفره للطاقه، غطيان كده زي كفرز للشاورز، حاجات كتير كده. ده صندوق، وعلى فكره الصندوق ده يعني قيمته حوالي قريبه من ال 400، يعني حوالي 400 دولار، يعني هو مش برده رخيص وبيجي لك لحد باب البيت. ده انت بتركب الحاجات دي انت بتلاقيها شويه شويه الفاتوره عندك بتقل. ده اول مستوى، ده الليفل 1 اللي احنا بنقول عليه بتجيلك. وكل حاجه طبعا من الحاجات اللي انا بقولها كل 3 ليفلز دول كل الخدمات دي بتجيلك لحد البيت، انت ما انتش مضطر انك تعمل اي حاجه خالص، وطبعا مدفوعه تماما بالتركيب وكل حاجه. بس المستوى الاول هي حاجات سهله في التركيب اصلا، بتكون عندك علبه كبيره كده وبتجيلك مجانيه بتوصلك لحد البيت. المستوى الثاني بقى ده بيجي لك فيها بروفيشنال هوم انرجي ادفايزر، بيجي لك شخص متخصص من هايدرو اوتوا، او مثلا لو انا بتكلم عن هايدرو اوتوا خليني يعني اخدهم كمثال، الفندور بتاعهم مثلا هو جرين برين بيجي لك منهم متخصص في يعني اختصاصي او في الطاقة. ده بيجي يعمل زيارة للبيت، يقيم الأجهزة المنزلية اللي عندك، بيشوف الأجهزة اللي محتاجة تغيير. في الحالة دي أنت ممكن يغير لك التلاجة، ممكن يغير الديش ووشر، ممكن يغير طبعا ده من غير أي كوست بأجهزة تانية جديدة وموفرة للطاقة. كل الأجهزة الكهربائية لا هو بيعمل assessment، ده هو بيعمل assessment وبيكتب تقرير، بس بيبقى بس وبيقرر ان حضرتك مستحق لليفل 2. وكمان معاه بيديك برضو نفس الصندوق اللي هو اخدته في ليفل 1، اللي اخدوه برضو في ليفل 1. فده بيغير لك بعض الاجهزه على حسب، هو بيعمل الزياره دي بيعمل assessment وبيبلغك وبيقول لك انا هغير لك الجهاز الفلاني والجهاز الفلاني،
كذا، وطبعا بيكون في انت ليك، بيكون ليك بادجت معينه وبادجت محترمه جدا يعني الحقيقه، وبيغير لك الاجهزه دي بدون اي تكاليف طبعا خالص، لا تكاليف التركيب ولا تكاليف بتوصلك لحد البيت. تالت ليفل بقى ده للناس اللي بيوتها heated by electricity، يعني بيعتمدوا على الكهرباء في التدفئه. دول ده بقى بيغيروا لهم برضو اجهزه في البيت، وكمان بيغيروا لهم اللي هي الهيتنج بامب، حاجات خاصه بالهيتنج دي، بحيث برضو ان هم تجي لهم حاجات جديده وموفره للطاقه. وبرضو ده بيكون بعد ما بيتم زياره منزليه من اخصائي من هايدرو اوتو او جرين برين او وات ايفر بقى شركه الكهرباء اللي حضرتك تابع ليها. دول الثلاث مستويات، وهنعرف ازاي برضو ازاي بنسجل وازاي كل حاجه بتمشي، بس انا حبيت اقول البرنامج الاول بيقدم ايه. Sounds good. يعني ايه كلمه بنفيشري؟ يعني انا عارفه ان دي معلومات كده اضافيه، بس انا يعني حابه ان احنا برضو ايه يعني نوصل لكل الناس. البنفيشري هو الشخص اللي بيستفيد من البرنامج ده، الشخص اللي احنا بنستهدفه، الشخص اللي هو كواليفايد للبرنامج. الكتريستي افوردابيلتي برنامج يعني ايه؟ دي ده ازاي انا بعمل او ازاي احنا كبرنامج بنقيم الناس عبء الكهرباء عليها بيكون ازاي؟ الكالكوليشن بتكون ازاي؟ انا عندي، انا بشتغل على داتا بيس سيستم عندي معينه انا بشتغل عليها، انا بدخل مجموعه بيانات معينه عن الدخل السنوي وعن معدل فاتوره الكهرباء بيجي الافريج. يعني مثلا في ناس بتقول لي ساعات، انا على فكره في برضه نقطه مهمه، لان انا في ناس قالوا لي احنا عندنا بتجيلنا الفاتوره في الصيف غير في الشتاء وبتجيلنا كذا، فانا ساعتها بنصحهم ان هم يحسبوا لي يعني واحده من الصيف على واحده من الشتاء ونعمل كلف ونجمعهم مع بعض ونقسم على اتنين ونطلع الافريج، بحيث ان هم يكون فيري ليهم برضو. يعني لاني ساعات في الاول كانوا بيقولوا لنا في البرنامج يعني خدوا اخر فاتورتين مثلا، بس انا الحقيقه بقيت احس ان لا، يعني انا لا، طالما لو في حد بيبقى عنده فعلا جاب كبيره بين فاتوره الصيف وفاتوره الشتاء، لا انا بفضل ان احنا ناخد واحده من هنا واحده من هنا ونجمعهم مع بعض ونطلع المتوسط. يعني عشان نكون يعني انا يعني حقيقه بفضل ان انا اعمل كده. وبعدين احنا وعدد افراد الاسره، دي الثلاث معلومات اللي انا بحتاجهم علشان انا بدخل المعلومات دي بدون اي تدخل مني. انا بعمل كالكوليت على الداتا بيس، بيطلع الشخص ده اليجبل للبرنامج ولا لا. بس الشيء الممتاز بقى في النقطه دي ان انا هو بفرض ان انا قدمت في البرنامج وانا مش اليجبل للبرنامج ده او ان البرنامج ده مش ليا، انا بيظهر لي على السيستم عندي ايه البرامج الثانيه البديله اللي ممكن الشخص ده يقدم فيها. اوكي Good. بس بشرط طبعا ان بشرط طبعا ان هو ما يكونش في برامج معينه تانية هو يكون اصلا بياخد منها خدمات. يعني في مجموعه برامج تانية اذا هو بياخد منها خدمات طبعا ما بيكونش الا خدمات في مجال الطاقه يعني. فهو في الحاله دي انت بتسالي ثلاث اسئله: عدد افراد الاسره، فاتوره الكهرباء للمتوسط تبعها، والدخل العام تبعها للأسرة كاملة. يعني إذا أنا الأسرة كاملة بما فيها أي حد فوق ال 18 سنة. وأنا بنصح دايما أي حد ما يحاولش، يعني طبعا أنا بتكلم، أنا قلت في الأول أنا بتكلم إيه، يعني المرة دي أنا حاسة أن أنا مع أهلي وعيلتي يعني، فأنا بتكلم إيه، أنا بنصح أي حد ما يحاولش يقلل من دخل، يعني لأن هو مش هيستفيد أكتر لما يقلل من دخل، هو مش هيستفيد أكتر. فأنا بنصح أي حد يكون كل الدخل مظبوط. يعني انا مثلا يعني انا عن نفسي قدمت ليا نوعيتي، يعني فانا بدخل دخلي كامل، دخل يعني يعني جوزي كامل، وبعدين اذا حد من الاولاد كمان فوق 18 سنه بيشتغل وعايش في البيت نفسه بدخل الدخل بتاعه، بيطلع المجموع. وزي ما قلت لحضرتك البروسيس بقى، انا بس بضغط على الكالكوليت بتطلع بقى بيعمل لي تشيك على اذا هو اليجبل للبرنامج بتاعي او لو هو مش اليجبل بيحصل ايه، بيظهر عندي ايه البرامج التانية اللي ممكن يقدم فيها. في الحاله دي انا بديله الكونتاكت انفورميشن بتاعه البرامج التانية دي لانها موجوده عندي برضو، واذا محتاج مساعده في التقديم انا برضو بساعده في التقديم. يعني فل احنا بنحاول والله يا دكتور جمال، بنحاول والله يا دكتور جمال يعني.
الله يعطيكم العافية. الله يسلمك. يعني هذه نقطة مهمة جدا، وأعتقد أنه الكل لازم يستفيد منها، لأنه ايوه يعني مش حيخسر حاجة ما دام حيتصل فيكو. بالظبط. وفي نقطة وتفضل. مهمة عايزة أقولها، إن كل المعلومات دي طبعا more than confidential، يعني المعلومات دي كلها confidential جدا. وأنا شخصيا مجرد ما بعمل الأبليكيشن وبعمل سبميت لي، أنا ما بيكونش عندي المعلومات دي الشخصية بتاعت الشخص التاني، خلاص هي بتروح دايركت الهايدرو أوتوا وبيجي له أنت إيميل. فأنا أساسا حتى أنا نفسي ما ببقاش، يعني أنا نفسي ما بتكونش عندي الدخلة كام مش عارفة إيه، خلاص أنا بعمل سبميت الأبلكيشن وانتهت القصة على كده. فالمعلومات دي very confidential، محدش يعني يقلق من أي حاجة. طبعا إحنا علينا أعلى قدر من يعني السرية في المعلومات، وعندنا أعلى قدر من الرقابة، يعني لأن البرنامج مراقب من جهات كتير. وأنا حابب أحكي للجميع إني أنا قدمت عن طريق الأستاذة لبنى، يعني ف أهلا بك يا دكتور، حضرتك شرفتنا. والله طيب أهلا. هنا بقى برضو هنتكلم على الإليجيبيليتي، إزاي حضرتك تكون نعرف إزاي الشخص ده لائق للبرنامج، أو البرنامج شروطه تنطبق ولا، أو إزاي نعرف. في شروط تانية غير الكلام اللي أنا قلته بخصوص الدخل وكده، او يعني حاجات مبدئيه. اولا لازم طبعا ان هو يكون هو اللي عايز يقدم في البرنامج بنفسه، يعني مش انا هروح اقدم له من غير ما هو يجي لي ويقول لي انا عايز اقدم. ده ما ينفعش، يعني لازم، يعني احنا مش بن يعني مثلا ما ينفعش شركه الكهرباء بنفسها تقول لك والله احنا لقينا ان انت eligible وتعالى لا، انت لازم بنفسك بتيجي وبتقدم للبرنامج، يعني بتتواصل معانا وتقدم للبرنامج. تاني حاجة، must own, rent or lease a primary residence in Ontario. يعني لازم تكون في بعض الناس على فكرة بيكون عندهم سوء فهم أو عندهم معلومة خاطئة إن هم لازم يكونوا owner. لا، هو إن هو لازم يكون مالك للبيت. لا، حتى لو حضرتك مستأجر، مالك ليز اي حاجه حضرتك ممكن تقدم. بس الحاجه الوحيده بقى اللي هي اساسيه، ان لازم فاتوره الكهرباء تكون بتيجي، او فاتوره الهايدرو زي ما بنقول عليها، لازم تكون بتيجي باسم حضرتك او اي حد في الاسره، يعني لازم تكون باسمكم مش باسم، يعني انا اذا انا مستاجر ما تكونش مثلا الفاتوره بتيجي باسم المالك. لو الفاتوره احيانا بعض الناس بتستاجر والمالك بيكون بيخصم الكهرباء بشكل اوتوماتيك كده من عنده تقريبا بالطريقه دي، في الحاله دي المالك هو اللي يقدر يقدم، مالك العماره او اللي الفاتوره، مش عشان هو مالك، مش علشان هو مالك، علشان الفاتوره بتيجي باسمه. يعني النقطه دي اتمنى انها تكون واضحه. ايه رايك يا دكتور جمال، واضحه ولا محتاجه توضيح؟ واضحة واضحة الصورة. أختصر أنا يمكن بس أحكي كلمتين هيك. تحت أمرك. في ناس بكونوا مستأجرين أيوة including الكهرباء، هدول أيوة ما بيقدروا يقدموا. اللي بيدفع بالضبط الكهرباء بشخصيته أو باسمه هو اللي بيقدر الفاتورة. يقدم. نعم بالضبط، لان احنا بنقول الهايدرو اكاونت بتاعك ده، الحساب بتاعك باسمك، لان انا ما ينفعش اتخاطب مع حد الحساب مش باسمه. يعني هي الفاتوره بتطلع، احنا بنتعامل مع فواتير، فالفاتوره بتبقى باسم مين؟ لو هي باسم المالك، مالك العماره مثلا او وات ايفر، او مالك بيت او كده، هو ممكن يقدم وممكن تستفيدوا انتوا برضو من كل ده، يعني تستفيدوا من ده، بس هو اللي لازم يقدم، يعني لان هو اللي احنا مش بنديله فلوس، احنا مش بندي، احنا بنعمل تجديدات في البيت. فاذا هو ممكن يقدم هو وكل وانتوا، اذا هو حابب يقدم فده اوكي، بس انا المهم ان الشخص يكون الفاتوره بتكون باسمه. بس ممكن يكون مالك او مستاجر او اي، يعني مش لازم يكون البيت بتاعك او الابارتمنت دي بتاعتك، لا ممكن تكون واضح مستاجر او مالك. واضح very clear yes. خلاص أحب احنا النقطة دي خلاص. لو في أي حاجة حضرتك محتاجة توضيح برضو، ايه يعني يا ريت تلفت نظري. لا لحد الآن واضح. برضو إذا في حدا عنده أسئلة بنرحب فيها، راح نجاوب طبعا كل الأسئلة بنهاية اللقاء إن شاء الله. ولو حد برضو حابب يسأل عن حاجة، يعني حالته الشخصية أو بشكل شخصي، يعني يا ريت feel free to contact me anytime. يعني احنا، يعني أنا هكون سعيدة جدا ان استقبل اي مكالمات باي اسئلة، وزي ما قلت اي اسئلة هي confidential وكل معلومات confidential، فمحدش يخاف يعني من اي حاجة. اوكي. طيب هنا
هنا عندنا ايه هي، يعني انا هديكم امثله، هو اي حد يقدر يقدم، بس انا بديكم امثله من بعض الناس اللي احنا ممكن نستهدفهم او البرنامج بيستهدفهم بشكل رئيسي. بس طبعا انا بقول we are here for you، يعني احنا هنا لكل الناس، بس انا هديكم امثله ان ليه البرنامج، يعني الناس فكروا ان هو يعني ممكن يفيد الناس يعني بشكل رئيسي. يعني نالي أستاذ جمال حضرتك. أيوة السينيورز، يعني الناس اللي هما بيكونوا كبار في السن. ليه بقى؟ لأن هو بيكون عندهم دخل ثابت. الدنيا الأسعار بتغلى والدنيا بتغلى والفواتير بتغلى وبتزيد، بس هو الدخل بتاعه بيبقى ريتايرمنت، أو مش بيبقى الدخل بتاعهم ثابت. بيبقى أحيانا البيوت بتاعتهم بتكون الحاجات اللي فيها يعني قديمة، أو لسه ما كانوا بيشتروها ما كانش لسه الأجهزة دي يعني بقت متوفرة، وفي نفس الوقت هم ده هيكون بادجت كبيرة عليهم أو ميزانية كبيرة عليهم إن هم يغيروا الحاجات دي أو يجيبوها. فبالتالي البرنامج ده أنا بعتقد في رأيي يعني أو إن هو بيكون مفيد للشريحة زي دي، للشريحة دي هو مفيد جدا جدا. برضو extended families، أنا قابلت عيلة عربية على فكرة سجلوا عندي كانوا بالطريقة دي، يعني كان في البيت حوالي 12 شخص، لأن هو جد وأولاد وأحفاد، فدول عايشين في نفس البيت، استهلاكهم للكهرباء عالي جدا جدا جدا. يعني أنا قالوا لي فاتورة الكهرباء بصراحة سعر يعني كان حسبناه مع بعض كان يعني عليكم في عون. ولأن هم 12 وأعمار مختلفة، وإحنا طبعا كلنا يعني فعارفين استخدامات ازاي بتكون الاولاد انت ما تقدرش تعمل كنترول يعني، صحيح. واحفاد يعني وكده. فدولت انا كان في عندي اخر والله عيله يعني كانت مسجله معايا، كانوا 12 شخص في البيت، فطبعا البرنامج ده بيكون مفيد جدا ليهم برضه. اليونج فاميليز برضو بيكونوا هم عيلة صغيرة، يعني الأولاد العيلة صغيرة، وبيكونوا لسه هم مش قادرين برضو يتحملوا، بتبقى فاتورة الكهرباء برضو كتيرة بالنسبة لهم، مش بيكونوا قادرين يتحملوها، وممكن يكونوا هم الحاجات اللي عندهم برضو مش يعني مش موفرة للطاقة، فبالتالي برضو البرنامج بيكون مفيد ليهم كتير. أيوة هنا يعني دي معلومات برضو إضافية أنا حابة أقولها لكم. دي AFT أو Affordability Fund Trust Community Activation Pilot Program. إزاي إحنا جت الفكرة إن إحنا نعمل connection ده يعني مع المؤسسات التنمية الاجتماعية أو مؤسسات الخدمة العامة، مع شركات الكهرباء أو شركات إمداد الطاقة أو كل الكلام ده، وإزاي إحنا جت الفكرة دي كلها، عايزين نشوف الخلفية بتاعتها إيه والفلسفة البرنامج وكده. فيعني هديكم فكرة مبسطة، مش يعني مش هوجع دماغكم. تفضل. بداية البرنامج كانت عن طريق Affordability Fund Chair مايكل ألان. مايكل ألان ده President and CEO of United Way East Ontario. ده كان في سنة 2018 جات الفكرة بإن إحنا كمؤسسات نتعاون مع الشركات القائمة على البرنامج ده اللي هي شركات الهايدرو، ونساعدهم في إن إحنا نوصل البرنامج أو ونساعدهم في تسجيل الناس وتوصيل الفكرة للناس، لأن إحنا أكثر احتكاكاً بالناس منهم، يعني هو إحنا يعني إحنا بنحتك فيهم في برامج خدمة عامة، في برامج مختلفة، في برامج للسينيورز، في برامج للأطفال، في برامج، فإحنا عندنا احتكاك أكبر بالناس، فبالتالي إحنا ممكن نقدر نوصل الفكرة ونوصل الخدمات دي لأكبر عدد ممكن من الناس. يعني هدف الحكومة هو إيصال هذا الصوت أو هذا البرنامج للجميع، مش يخبوه. بالضبط هدفها بالضبط. علشان كده احنا البرنامج جت فكرته عن طريق مايكل ألان. احنا يعني بنحضر اجتماعات معاه دايما، هو البريزيدنت اند سي او اوف يونايتد ويست اونتاريو، وهو كانت الفكره دي منه في سبتمبر 2018 اللي هو تضامن، اللي هو التعاون او كولابوريشن يعني، او بارت بين مؤسسات المجتمع مع المؤسسات اللي زي هيدرو أوتوا وغيرها وغيرها وغيرها، علشان إن إحنا نقدر نوصل البرنامج ده للناس. وهقول على حاجة كمان تانية إحنا بنعملها
في الشرح بعد كده انا هقول على خدمات تانية احنا بنقدمها بجانب موضوع الطاقة او موضوع الكهرباء. ممتاز. نتنقل حضرتك لو سمحت. ايوه، الفلسفه بتاعت البرنامج ده، يعني احنا ايه فلسفه البرنامج ده؟ ان احنا ممكن بطريق ان احنا لما بنقدم اذا قدرنا نخلي الناس تقدر توصل للخدمات الخاصه ببرامج توفير الكهرباء او برامج توفير الطاقه، احنا في الحاله دي بنساعدهم ان هم يتعاملوا مع يعني يتعاملوا بشكل افضل مع امورهم الماليه او اداره الميزانية بتاعتهم للأسرة بشكل كامل. إحنا كمان في بعض الناس يعني خلينا نشوفوا، أنا كنت وأنا على فكرة يعني أنا كمان أحياناً أنا واحدة من الناس دي، ساعات في ناس ممكن تشوف ساعات إن العملية، أنا ساعات ممكن ألجأ لأولادي لو عندي حاجة كده عايزة أعملها معقدة في التكنولوجي أو مش فاهماها، يعني كلنا يعني أنا ما يعني، فإحنا بنحاول ايه، بعض الناس بتشوف انها تدخل انها توصل للخدمه دي بنفسها وتدخل على الموقع بنفسها وتحاول تسجل، ان دي بتكون صعبه بالنسبه لها. فاحنا لما بنحاول نسهل الامور على الناس بحيث ان حضرتك يعني بتتصل بس بحد بالتليفون، يعني زي بتكلمني انا في التليفون 10 دقائق انا بخلص لك الابلكيشن، بيكون اسهل من انا ضغطت ده غلط يعني. فاحنا بنحاول برضو دورنا هنا في الموضوع فلسفته ان احنا نسهل البرنامج، نسهل التقديم على الناس، تبقى عمليه سهله مجرد ان هي 10 دقائق بالتليفون خلاص الابلكيشن سبميتد وبيجي لك كونفرميشن من هيدرو اوتوا او هيدرو وان او وات ايفر، فانت في الحاله دي بقيت يعني عملت الموضوع من غير مجهود كبير ومن غير ما تدخل فيعني في حاجات معقده، لا انا عملت سبميت، لا ما اعرفش ايه، لا انا غلطت في المعلومه دي. فاحنا يعني بنحاول نسهلها قدر الامكان على الناس و بحيث انها بتكون افضل، وكمان بيكون عندك شخص ممكن يتابع الابلكيشن بتاعك، لان انا ممكن اريبريزنت حضرتك في البروسيس بعد كده، ممكن اتابع الابلكيشن بتاع حضرتك مع هيدرو اوتو بشكل مباشر ويجي لي كل الابديتس على الابلكيشن بتاع حضرتك بشكل مباشر. فده برضو بيكون نقطة كويسة انك بتلاقي حد تقدر تتواصل معاه بشكل مباشر، لان لما بتكلم شركة هيدرو اوتو او غيره حضرتك عارف ان هم بيبقى عندهم لسه طويلة من الناس وعندهم يعني ممكن الموضوع ياخد وقت، يحتاج من حضرتك وقت اطول وممكن تكون العملية معقدة اكتر، فاحنا بنحاول نبسط الامور على الناس. وكمان ما ننساش ان بعض الناس بتكون ممكن يكون حد شوية كبير في السن، شوية مش قوي في التكنولوجي، احنا يعني كلنا اتعلمنا الحاجات دي على واحنا مش صغيرين قوي يعني، فبرضو احنا بنحاول يعني ده وجود خدمة زي دي بتسهل على بعض شرايح الناس التقديم تخليها اسهل ليهم. طيب احنا بقى شغلنا، ايوه دي نقطه مهمه وانا عايزه اتكلم فيها، احنا بقى بنعمل حاجتين مش بس كده، احنا بنعمل affordability fund program، ده الكلام اللي انا اتكلمت عنه في البرنامج اللي خاص بالكهرباء، بنعمل فيه بدي حضرتك high quality of information، بديك المعلومات اللي حضرتك محتاجها كلها، بقول لحضرتك ازاي فاتوره الكهرباء هتقل، بقول لحضرتك اذا كنت eligible للبرنامج ولا لا، بقول لحضرتك ايه كل الحاجات المتاحه ليك او كل الليفلز زي ما انا شرحت دلوقتي اللي متاحه لحضرتك ممكن تستفيد من خلالها. في حاجه كمان انا عايزه اقولها بخصوص assess your eligibility in the program، حضرتك بعض الناس اذا حضرتك مش حابب بس في الاول، يعني اذا في الاول حضرتك حابب تقولي مثلا مدام لبنى انا عايز اشوف انا eligible للبرنامج ولا لا، الاول انا هعمل لك الموضوع ده في 3 دقائق بالظبط، لو قلت لي خلاص يعني في 3 دقائق بالظبط، وحتى لو حابب بعدها يعني في 3 دقائق انا هحدد اذا كنت حضرتك اليجيبل لي او لبرنامج تاني، فحضرتك يعني فدي حضرتك كنت اليجيبل للبرنامج على طول بفتح لك الابلكيشن، طبعا اذا بفتح لك الابلكيشن وبقدم لحضرتك في 10 دقائق كمان، يعني حط 10 دقائق فوق 3 دقائق بس. اذا حضرتك مش اليجيبل للبرنامج على طول على السيستم بيطلع عندي البرامج الثانيه اللي حضرتك اليجيبل ليها، فبقول لحضرتك ممكن تقدم في البرنامج الفلاني او في برنامج فور اكزامبل هاب هوم اسيستنت بروجرام او او اي اس بي مثلا، بقول لحضرتك ازاي، بديك الكونتاكت انفورميشن بتاعتهم، لو حضرتك محتاج مساعده في التقديم ليهم انا برضو ممكن اساعد حضرتك في التقديم. فده النقطه دي، بس انا عشان اسس الاليجيبيليتي بحتاج بس 3 دقائق
بس يعني مش اكتر من كده. طيب احنا بنعمل ايه كمان بقى؟ additional supports and access to other services. يعني ايه؟ يعني انا بقدر اوصل حضرتك بمؤسسات. انا هسالك سؤال في الابلكيشن اذا كان عندك اي concerns تاني مثلا. وطبعا كل ده زي ما انا قلت هو برضو كله تاني هقول تاني كل حاجه confidential. ممكن اسال حد تقول لي مثلا انا والله عندي مشكله في ايه unemployment مثلا، انا عندي مثلا بعد isolation مثلا في بعض السينيورز يقول لك احنا عايشين لوحدنا مثلا او انا عايش لوحدي مثلا، في financial literacy في بعض الناس بتحتاج شويه معلومات عن الامور الماديه. على سبيل المثال جات لي طلبات كتير من ناس في الفترة الأخيرة كانوا عايزيني أوصلهم بفري تاكس كلينكس اللي هي أماكن اللي بتعمل الضرائب بشكل مجاني، فأنا وصلتهم ليها الحمد لله. في ناس كانوا طالبينها بلغة معينة، يعني في ناس كانوا طالبين باللغة العربية فكان في مكان معين شغال بيقدمها، أنا بوصلهم ليها من غير ما يقعدوا يدوروا كتير يعني. فدي نقطة بقدم، يعني بنقدم خدمات في حاجات تانية كتير. mental health لو حد عنده مشكلة في محتاج دعم في الموضوع في mental health احنا بنوصله للمؤسسات اللي بتساعده في الموضوع ده، اللي هي الصحة العقلية والنفسية او حتى الصحة الجسدية لو في اي مشاكل ومحتاج ان احنا نساعده او نعمل له connection مع مؤسسات زي دي برضو احنا بنوصل. جات لي برضو كذا اكتر من طلب من بعض الامهات كانوا محتاجين شوية تعاون في موضوع parenting counseling، كانوا محتاجين يعني حد يساعدهم في توجيه اولادهم في سن المراهقة وبالذات مع الكوفيد 19 ارتفع قوي. ارتفع قوي الموضوع ده برضو الحمد لله. كان في ناس طالبين برضو بلغة محددة، بعض الناس كانت عايزة فرنش بعض الناس كانت عايزة عربي، فبرضو احنا الحمد لله بنوصلهم بالناس اللي بتقدر تساعدهم وبتساعدهم بشكل فيرشوال برضو دلوقتي يعني عن بعد علشان برضو ظروف الكوفيد 19 عندنا بعض المؤسسات اللي بتقدم الخدمات دي، وطبعا مؤسسات كلها حكومية معتمدة مجانية. طبعا انا كل الخدمات اللي بقولها دي مجانية، فاحنا بنوصلهم للاماكن دي بحيث ان هم بيساعدوهم، وانا برضو لو محتاجين ان انا اتابع معاهم بتابع معاهم برضو اشوفهم عملوا ايه او محتاجين ايه زياده او كده. جات لي برضو حد كان بيسالني، بعض الناس ممكن تكون محتاجه شويه معلومات، يعني في ناس سالتني قالوا لي ممكن تبعت لنا مثلا معلومات عن الفاينانشال اسيست الستودنت فاينانشال اسيستنس، في ناس حابين يدرسوا كانوا كبار يعني مش صغيرين وبعتيني يسالوني عن البرامج دي، فبعت لهم معلومات مصادرها موثوقه يعني بالجهات اللي ممكن تساعد وكل الكلام ده. في ناس سالتني عن برنامج اسمه سكند كارير برضو بعت لهم معلومات. يعني احنا بيكون عندنا مجموعه ريسورسز ومجموعه خدمات بنحاول قدر الامكان ان احنا نوصل الناس بيها، برضو ده جزء من برنامجنا مش بس الافوردبيلتي. بدي اسال سؤال هون، هل هيك هاي المعلومات ممكن تكون بالعربي ولا انا ممكن ابعتها بالانجلش يعني لانها من مصدرها بتكون بالانجلش، بس انا ممكن حضرتك اتواصل معك او مع اي يعني اي شخص اخر بالتليفون. اتواصل مع الشخص بالتليفون وافسر له كل حاجه واجاوب له على كل اسئلته بالعربي اذا كان هو حابب يعني محتاج شويه بعض الشرح بالعربي بوصل له كده. كان في بالنسبه لبعض الخدمات زي مثلا البيرنت كونسلنج، يعني جات لي بعض الامهات كانوا عربيات وكانوا عايزين اللي يساعد اولادهم يكون برضو عربي، مش علشان يعني علشان هم يعني حسوا ان هو ده هيكون اسهل بالنسبه لهم في فكره التواصل معاهم، مش بس علشان اللغه لاعتبارات ثانيه اخرى يعني تخصهم طبعا وتخصونا جميعا كمجتمع عربي يعني. فهم كان ليهم شويه حاجات معينه كانوا عايزين يعني يسالوا فيها، فانا او حد يتعاون معاهم فيها. فطبعا في ناس parenting counselors وهم دولت بيكونوا بيتكلموا يعني هم موجودين في مؤسساتنا ولكن هم بيتحدثوا العربية، فإحنا بنوصلهم بيهم بيكون طريقة التعامل أسهل، فبيتعاملوا معهم بشكل شخصي ما بيحتاجوش تدخل مني في حاجة. لكن في بعض الحاجات التانية اللي محتاجة شرح لو أنا بعت لهم معلومات معينة محتاجين شرح محتاجين شوية تفسير شوية أنا ممكن أقدم لهم المساعدة دي، أكون سعيدة جدا يعني أنا أعمل.
واضح. How can we help؟ إزاي إحنا ممكن نساعد؟ أول حاجة زي ما أنا قلت بعملها مع حضرتك أو مع أي حد متقدم للبرنامج اللي هي Trusted Conversation. Trusted Conversation يعني اللي هي اللي أنا بسأل فيه عن الدخل السنوي، عن فاتورة الكهرباء كام، عدد أفراد الأسرة كام. دي طبعاً Trusted Conversation يعني حاجة Confidential، علشان بعرف يعني بتتم بيني وبين المتقدم للبرنامج، علشان اقدر اعمل الخطوه الثانيه اللي هي بروجرام اسسمنت، او ان انا اسس الاليجيبيليتي بتاعه الشخص او الفاميلي اللي متقدمه للتسجيل في البرنامج. بعد كده انا بعمل الاسسمنت، بقول له والله حضرتك اليجيبل للبرنامج او لا. بعض الناس ما بتكونش يعني اليجيبل لاي برامج ثانيه، لان زي ما قلت لحضرتك برضو بيبقى في ظروف معينه، اذا كانوا هم اوريدي مسجلين في برامج تانية لدعم الطاقة، أو مثلا زي ما قلت لحضرتك الحالة اللي أنا قلتها اللي هو فاتورة الكهرباء أصلا مش بتكون باسمه مثلا. يعني دي بعض الحالات الاستثنائية، لكن في معظم الأحوال هو بيكون إما إليجيبل للبرنامج بتاعنا أو لبرامج تانية أنا بحوله ليها، ولو محتاج مساعدة في التقديم أنا بساعده في التقديم. ولو هو مش إليجيبل لكل البرامج دي وهو محتاج دعم في حاجة تانية اللي هي for additional support، بسأله بتكلم معي وبعمل له ممكن الخدمة دي. مش لازم يسجل معايا في الأفوردابيليتي فاند أو أي برنامج للإنرجي علشان أنا أدعمه في الناحية التانية، لا، ده لي أبليكيشن، والتاني لي أبليكيشن تاني مع United Way East Ontario، بعمل له الأبليكيشن برضه confidential وبشوف هو محتاج دعم في ايه، باخد كل المشكله كل الموضوع وبشوف وبتصل وبتواصل معاه تاني، اديله المعلومات او ازاي يتوجه لمين يساعده على حل الموضوع ده، او مين افضل جهه ممكن تساعده. ببعت له كل حاجه في ايميل رسمي او انا، وبتصل بيه كمان اذا هو محتاج حاجه. وطبعا هو لو حابب يستفسر عن اي شيء ممكن يتواصل معايا تاني برضه بنفس على نفس رقم التليفون. واحنا طبعا بنعمل له الريفرال يعني ان انا بحوله على مؤسسه معينه تساعده في الجهه في يعني في الاريا اوف كونسرن بتاعته، او في الحاجه اللي هو يعني حابب دعم فيها، زي ما انا قلت mental health، financial literacy، isolation، اي حاجه من الحاجات دي. وبنتابع معاهم كمان نشوف مثلا يعني اذا الشخص قال ان هو محتاج لسه متابعه او ان هو لسه محتاج ان احنا نتابع معاه الخدمه دي. واضح. انا بس بدي اركز على الـ على الـ على النقطه الاولى اللي هي trusted conversation. أيوة. موضوع اللي انت حكيتي كتير وركزتي عليه انه الconfidentiality، انه الانسان ما راح تطلع معلوماته لاي شخص طبعا. اخر طبعا انا بعمل submission. ايوه هو طيب. اصلا يعني اذا شخص يعني تواصل معايا اساسا انا الكالكوليتر عندي، انا لما باجي ادخل على السيستم بدخل المعلومات اللي هي زي، انا مجرد اصلا انا ما دخلت وعملت كالكوليت وطلع عندي النتيجه، انا بفتح بقى ابلكيشن على طول واقدم له. اذا انا اساسا ما فتحتش ابلكيشن او قدمته خلاص المعلومات انتهت، يعني خلاص انتهينا المعلومات راحت، هي مش محتفظه عندي على السيستم. ولو قدمت له اوريدي اذا هو اليجيبل وانا قدمت له خلاص المعلومات سبميتد لهايدرو اوتو، ما بقتش عندي الابلكيشن، بيسبميتد اوتوماتيكلي بكل الانفورميشن بتاعته لهايدرو اوتو وبيجي له على طول او لاي شركه كهرباء ثانيه. معلش انا بضرب المثل وبعدين بيجي له على طول كونفيرميشن ايميل منهم ان هو ان انت دلوقتي عملت ابلكيشن في كذا كذا كذا. يعني حتى انا لما قدمت لنفسي قدمت باسم لجوزي، فهو جاله على طول كونفيرميشن ايميل من هيدرو اوتوا ان انت قدمت كذا كذا كذا. يعني واضح. طيب ازاي انا ممكن اقدم، او انا سوري why should I apply، ليه اقدم؟ طبعا احنا جاوبنا على شويه حاجات من دي قبل كده، بس احنا برضو هنقولها تاني بشكل سريع. هتقلل فاتوره الكهرباء بتاعتك، فمعنى كده انك هتوفر فلوس اكتر على اللونج تيرم. يعني هتساعد زي ما دكتور جمال يعني قال في البدايه ان انت هتساعد البيئه، ان انت هتقلل الايكو فوت برينت اللي حاجه بقت مهمه جدا دلوقتي. اعتقد ان احنا في مرحله خلاص بقينا ايه دلوقتي لازم يبقى عندنا وعي بقضايا البيئة والإجراءات الوقائية، يعني بعد اللي احنا شايفينه ده.
فكمان انك انت في طبعا لما هتقدم فانت ممكن تكون ليفل 2 او ليفل 3 في او حتى لو انت فانت في الحاله دي هتاخد اجهزه مجانيه، وحتى لو انت ليفل 1 هتاخد برضو ادوات كتيره هي مجانيه وبقيمه يعني ماديه، انا بقول حوالي قيمتها حوالي 300 ل $400. وفي الحاله دي وانت ما بتدفعش اي حاجه، ما بتعمل الموضوع بياخد منك 10 دقائق والحاجات بتجيلك يعني لحد باب البيت يعني. انك انت طبعا الخدمه الحاجه الاخيره اللي انا بقولها انها ميزه، بعتبرها انها ميزه او من مميزات البرنامج، ان احنا زي ما قلت برضه بنقدر نكونكت حضرتك لاماكن تانية اخرى ممكن تقدم لك مساعدات او دعم في اماكن في 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 اي في في يعني areas مختلفه من الحياه او في نواحي اخرى من الحياه، وفي نفس الوقت مش وفي نفس الوقت حتى لو مش محتاج ده ممكن يديك معلومات لو محتاج شوية resources أو شوية معلومات عن بعض البرامج أو بعض الخدمات أو أي حاجة، إحنا ممكن بنمد حضرتك بده برضو بشكل كله. طبعاً دي كلها حاجات زي ما قلت خدمية مجانية ممولة من الحكومة ومن الجهات ومن مؤسسات خدمة تنمية المجتمع، مش ف with no cost يعني. I want to apply. You will need يعني أنا دلوقتي خلاص انا اقتنعت وعايزة اسجل، اعمل ايه بقى؟ اولا انت هتتصل بي وبعدين انت لازم هتقولي هيكون ده هو انا كده هنا year last year tax assessment T4 يعني هو انا هسألك يعني انا هكون عايزة اعرف بس الدخل السنوي في سنة 2019 او 2018 يعني احنا السنة دي الحقيقة احنا بنقبل ان لو حد قال لنا انا دخلي كان في 2018 كان مش لازم 2019، حتى الان قالوا لي ان انا ممكن اقبل الدخل بتاع 2018 مش لازم 2019 لان في بعض الناس لسه ما مهم. فيعني مفروض ايه، فاحنا ممكن دخل سنوي للفاميلي كاملة في 2018، وزي ما قلت انا بنصح الناس تكون يعني تدي المعلومات بالضبط. وبعدين محتاجة one or two copies of your most recent يعني اخر يعني فاتورتين كهرباء، وزي ما قلت انا بفضل ان لو حد بيبقى عنده فرق كبير في فاتورة الصيف وفاتورة الشتاء ياخد واحدة من دي واحدة من دي، يجمعهم على بعض ويقسمهم على دي. ومش لازم لو مش هتعرف تعمل الموضوع ده اديني بس هاخد هعرف من حضرتك الارقام وانا هحسبها لك انا عندي على الكالكوليتر. How many people وعدد افراد الاسرة اللي موجودين عايشين في البيت مع حضرتك؟ نعم هحتاج اعرف عدد مع الافراد الموجودين في البيت. يعني انا عندي مثلا انا وزوجي وثلاث ولاد، فانا عندي خمس افراد يعني زي ما قلت، لان مثلا زي ما قلت لحضرتك كان عندي انا بقول لحضرتك اخر فاميلي قدمت كانوا 12 فرد في البيت، فيعني لازم فطبعا دي حاجه مهمه جدا نعرف وطبعا الصغار والكبار كله الكبار والصغار كل الاطفال كمان ايوه يعني انا عيله انا بقى يعني انا عندي ولادي برضو في عندي بس حد واحد 18 سنه لسه كمان هتكمل والباقي اطفال، فانا لا بحطهم بكتب ان احنا خمس افراد، فاحنا خمس افراد كل عدد الناس في البيت خمس افراد فبكتب كده. يعني هسالك عدد افراد الاسره كام والدخل السنوي للعيله كام معدل فاتوره الكهرباء متوسط فاتوره الكهرباء. لو حضرتك مش عارف تحسبه انا ممكن انا احسبه لك ببساطه، هتديني اخر كام فاتوره وانا هعمل لحضرتك الافريج عندي مش هياخد مننا اي وقت ده لو حضرتك فيعني ورقم تليفون بس ده اللي انتم محتاجينه عشان تقدم بس وتتصلوا بيا اي وقت من 9 ل 4. ولو المعدة الفترة دي مش مناسبة للناس اللي بتشتغل أو في أي حال أي ظروف تانية ومحتاجين تكلموني برضو في الفترة المسائية، أنا ممكن تبعتلي بس حضرتك أو يعني يبعتلي الشخص مسج وأنا هرد عليه بالمعاد يقولي أنا مثلا عايز أقدم بس أنا معدة مش مناسب عندي بس الساعة 6، هقوله طيب أوكي ممكن أنا تتصل بي حضرتك بكرة أو يعني أو أي يعني هنحدده مع بعض الساعة 6 مثلا الساعة 7 أستاذة لبنى يعني تحت أمرك. أستاذة لبنى في سؤال، طبعا أول شيء بنشكر أور بارتنر كندا نيوز 24 اللي عاملين بث لهذه الحلقة، وفي سؤال عندهم موجود من أحد الأصدقاء بيحكي هل هذا بس لللو إنكم؟ يعني أنا بدناش برضو الناس لا. تفهم أنه فقط لللو إنكم، لا بالعكس البرنامج مش لللو انكم ده، انا وضحت النقطه دي كذا مره ده بس انا هوضحها تاني، انا بس البرنامج لا ده بالعكس البرنامج للناس اللي هي مش لو انكم بس في نفس الوقت هي مش قادره يعني هي فاتوره الكهرباء بالنسبه لها عبء، لان حضرتك لو لو انكم
فاميلي، بس انا مش لو لو انكم فاميلي انا هحوله على برنامج تاني ممكن يساعده ببرنامج تاني يناسب شريحه الدخل بتاعته. او ولكن بس انا مش عايزه الناس تحاول، بليز دونت تراي تو جيس، يعني ما تحاولوش تجس انا هبقى eligible ولا لا. لو كلمتوني بمنتهى البساطه انا هقول لكم انتم eligible لده ولا لا او eligible لبرنامج تاني. فيعني ما تقلقوش ان انتم تكلموني، يعني ما تحاولوش تقولوا لا احنا او احنا لا، انت هتكلمني هتقولي واحد اتنين تلاتة انا هقولها لك في تلات اربع دقايق، مش محتاج انك انت لانك ممكن تكون eligible وانت تفتكر ان انت لا، وممكن العكس وممكن تكون انت مش eligible بس eligible لبرنامج تاني وتضيع على نفسك برضو الفرصة. يعني فهي الفكرة فانا مش عايزة حد يجس، يعني انا هنا يا جماعة لخدمتكم وهبقى مبسوطة جدا انكم تكلموني. فيعني بليز يعني فبلاش تحاولوا، لان بعض الناس بتقول لا انا مش هكون كذا وبيكونوا كواليفايد للبرنامج يعني. فالبرنامج لا مش للو انكم، بس اذا كانت الاجابه لا البرنامج مش للو، البرنامج للناس اللي هي ما بتستفدش من برامج اللي هي مخصصه للو انكم وفي نفس الوقت فاتوره الكهرباء بتاعتهم عاليه، او في نفس الوقت ممكن يستفيدوا من الخدمه دي، وفي اقل الاحوال بيستفيدوا من ليفل 1 بياخدوا زي ما قلت صندوق كبير كده بيكون موجود فيه حاجات كتيرة سهلة التركيب بتوفر في فاتورة الكهرباء على المدى على اللونج ران يعني او على اللونج تيرم، وفي نفس الوقت هي بتوصلك لحد باب البيت. الموضوع ما بياخدش منك غير انك انت لا يستغرق سوى 10 دقايق للتقديم في البرنامج وخلاص يعني، هو ده كل الموضوع. وهنا طبعا دي كونتاكت انفورميشن بتاعتي، ده اسمي، دي البوزيشن بتاعتي، دي المؤسسه اللي انا موجوده فيها، وده شعار المؤسسه، شعار هيدرو اوتوا، شعار افرو يونايتد واي سنتراي فوق. وعندي ده رقم التليفون، ده السيلفون بتاعي للشغل، ده سيلفون الشغل يعني، ده اللي انا بتكلم، ده 613-808-0200 اي وقت، الساعه 9 للساعه 4 كل يوم في ايام الاسبوع. ولو المعدة مش مناسب زي قلت حضرتك بس مسج او ايميل على lagour@thegodcompanions.ca، والادرس بتاع المؤسسة هو 670 Albert Street. دي كل المعلومات، دي contact information موجودة، ويعني زي ما قلت هكون سعيدة جدا 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 لو تواصلتم معايا للتسجيل او للسؤال او للاستفسار، او زي ما قلت البرنامج مش بس لفواتير الكهرباء او لفواتير او للمساعدة في تقليل فواتير الكهرباء والطاقة، لا احنا كمان بنقدم خدمات تانية انتم اصلا مستحقيها، بس بيكونوا انتم مش عارفين انها مش انها موجودة حواليكم. يعني هي الفكرة ان احنا بنحاول to raise the awareness، يعني احنا بنحاول نرفع الوعي احنا ودكتور جمال والناس يعني الممتازة المهتمة بخدمة المجتمع، احنا بنحاول نقول للناس ان في خدمات موجوده يا جماعه انتوا ما تعرفوش عنها حاجه ومجانيه، يعني خدمات موجوده ليكم ومجانيه بس انتوا ما تعرفوهاش، احنا عايزينكم تعرفوها، يعني عايزينكم تستفيدوا. انا موجوده anyway، استفدت اي لانها موجوده بالظبط موجوده، وانت كتاكس باير يعني ما انت يعني فكل الحاجات دي موجوده وموجوده لخدمه الناس. ويعني احنا على فكره بنكون سعداء جدا لما بنوصل للناس ولما بنقدر نخدمهم، فاحنا حابين يعني البرنامج ده من ضمن فلسفته، يعني معلش هرجع شويه لورا، البرنامج ده من ضمن يعني فلسفته ان هو ايه، ان هو يكون ويندو لينا، نافذه لينا علشان نستكشف مشاكل الناس التانية، او نعرف ايه الحاجات اللي ناقصه، الخدمات اللي ناقصه اللي مش موجوده اللي ممكن نقدر نفعلها، او برامج نقدر نبداها من جديد او نأسس حاجات جديدة هي ممكن تفيد الناس والمجتمع، ويكون يعني الناس اللي بتاخد القرارات هنا مش عارفينها. فاحنا لاني انا كل اسبوع بقدم تقرير عن انا عملت ايه، الناس مثلا ايه لو في يعني في حد عنده طلبات معينه عشان يشوفوا ايه الجابس اللي موجوده، ايه الفجوات الثغرات الموجوده، ونحاول ان احنا يعني ندعم القائمين على القرارات دي ان هم يعرفوا ايه هي احتياجاتنا، او ايه الناقص موجود احنا ممكن يتوفر بشكل مجاني وسهل للناس. مدام ربنا، في سؤالين سريعين. الأول، هل في خدمات مشابهة في ألبرتا؟ أنا الحقيقة البرنامج ده في أونتاريو، فأنا الحقيقة ألبرتا، بس أنا بقول إن في كل مكان
في كل حته، في كل مقاطعه، في مؤسسات كوميونتي ديفلوبمنت. يعني حضرتك انا بنصحه يتوجه على اي، على اول مؤسسات، اذا في كوميونتي سنتر قريب منه، اذا في اي ريسورس مكان جنبه، هو ممكن هيتلاقي عنده لسه بكل الحاجات. يعني ممكن حد يوجهه، في ناس في المؤسسات دي بيكون اسمهم سيستم نافيجيتور، بيقدر يوصله هو بالاماكن اللي هو، لو هي الخدمه دي مش موجوده في المؤسسات دي، هي هم ممكن يوصلوه بالحاجات دي المفروض تكون موجوده فيه. بس انا عفوا بالنسبه لالبرتا، انا يعني معلوماتي شويه عن اونتاريو. طبعا في بعض الاصدقاء بطلبوا رقم الهاتف والمعلومات. الاخ مديه كتبت لك إياه هون. في سؤال بسأل من لينا، أو سؤال من لينا بتحكي إذا الواحد ساكن إيجار فرضا، وإجيته غيرته الثلاجة بعد سنة، ترك البيت، شو حيحصل بهذه الحالة؟ الثلاجة لا، هيسيب الثلاجة، لا التلاجة للبيت. أنا أعتقد إن التلاجة للبيت، لأن إحنا، أنت إذا مستأجر البيت بالتلاجة، يعني انت مستأجره بالثلاجه ولا من غير الثلاجه؟ اذا انت مستأجره بالثلاجه، يبقى اعتقد الثلاجه الثلاجه. بس انا برضو والله يعني السيناريو ده اول مره حد يسالني على السيناريو ده، ممكن والله نشوف المعلومات عن الموضوع ده يعني. بس انت خلاص هتبقى، لينا. هتبقى يا لينا استفدتي سنه بيها يا لينا، يعني حلو سنه برضو ومش هتبقي دفعتي حاجه. وبعدين لما هتروحي بيت جديد، انت ممكن تقدمي تاني بالعنوان الجديد. يعني انت لما هتروحي بيت جديد، انت هيبقى عندك عنوان جديد، هتقدري تقدمي تاني برضه. اذا انا بدي الخص سريعا اللي حكيتيه الاستاذه مدام لبنى، انه هذا البرنامج مجاني 100%. السكيورتي والسيفتي عاليه جدا في هذا البرنامج، لانه حكومي وليس خاص. الاستاذه لبنى عشان تعرف انكم اليجبل ولا لا، بدها ثلاث شغلات مهمه: عدد افراد الاسره، الدخل السنوي، ومتوسط فاتورة الكهرباء. الموضوع إذا أنت إليجيبل بأخذ منها ثواني دقائق، وإذا بدك تقدم بأخذ تقريبا 10 دقائق. بتسألك العنوان والإيميل والأمور بسيطة جدا. أنا قدمت على البرنامج شخصيا عن طريق المدام لبنى، وما أخذ 10 دقائق غير الكونفرزيشن اللي كنا نحكي فيها مع بعض عشان هذا البرنامج. لكن الموضوع فعلا سريع جدا. وصلني إيميل من شركة الكهرباء اللي أنا بتعامل معها. في 3 ليفل من هذا البرنامج. الليفل الأول اللي هو بوصلك صندوق تقديرا سعره 400 دولار، في أشياء ممكن توفر عندك الكهرباء مثل مصابيح الكهرباء أو اللمبات، الإكستنشن كوردز، الهاي كواليتي، التايمر تبع الكهرباء، مثلا بتقدر تعين الإضاءة بالساعة كذا للساعة كذا. أنا وصلني هذا البوكس، في فعلا شغلات رائعة. الليفل الثاني بيجي واحد عندك أسسمنت، بتطلع على الأجهزة اللي عندك الموجودة في البيت. إذا الأجهزة بتحتاج إلى تغيير أو قديمة، بيعملوا لك تغيير لهذه الأجهزة بأجهزة صديقة للبيئة أو أجهزة موفرة للكهرباء. وطبعا وبيستفيد من الليفل الأول. والليفل الثالث اللي هم عندهم التدفئة، أو التدفئة احنا بنسميها بالكهرباء عن طريق البورد. هدول بيغيروا لك البورد هاي لبوردات جديدة، وكمان بيغيروا له في الأجهزة المنزلية. وكمان ليفل 3 بيستفيد من كل الليفلز، يعني ليفل 3 أعلى. أيوة، يعني أنت كل ما بتعلى ليفل بتاخد كل المميزات يعني، فبتستفيد من كل ده طبعا. فأنت بتقدر يعني، فأنت بتستفيد من كل الحاجات دي. يعني كل ما عليت ليفل، أنت بقيت بتستفيد بفلوس أكتر من البرنامج، بادجت أعلى من البرنامج. بس هو بيحصل، والاسسمنت بتحصل عن طريق ادفايزر، يعني الكتريستي ادفايزر، مش انرجي ادفايزر، يعني مش حد عشوائي كده بيعمل الكلام ده. هو بيجي بيشوف الحاجات وبيغير لك، وبيبقى ليك بادجت معينه هو بيخليك تستخدمها، بس بيخليك تستخدمها بالشكل الصحيح. يعني هو اللي هو الاسسمنت ليه؟ انت ليك بادجت معينه، بس هو بيحاول يوظفها لك. يعني مثلا اذا انت الثلاجه عندك كذا، يعني هو بيحدد ايه الجهاز اللي محتاج يبقى يتغير، هيفيدك اكتر، هيفيدك نعم. اكتر. بفرض انا نعم. عندي الثلاجه هي ولكن انت ليك بادجت معينه انت بتستفيد بيها. طبعا كل ما بنعلى البادجت بتكون اعلى، على حسب الاسسمنت يعني، وعلى حسب طبعا احنا، انا بدخل المعلومات وهو كل حاجه اوتوماتيكي يعني، انا
فيش أي تدخل بشري في الموضوع. لينا سألت سؤال أعتقد أنك جاوبت عليه بس سريعاً، اللي هي مستأجرة بدها غيرت شغلة، راحت على بيت ثاني للأجار، هل تقدر تقدم مرة ثانية في عنوان ثاني؟ تقدري تقدمي الفترة لمرة تانية لو كان البرنامج لسه قائم. احنا خلينا نقول ان برضو الافوردبيلتي فاند، يعني انا طبعا دي معلومات مش عندي دلوقتي، بس خلينا نقول ان ده فاندنج معين مستمر لفترة معينة، يعني هو مبلغ معين، فالناس اللي فاللي بيقدم ياخد عن المبلغ ده هيخلص في وقت معين، هو مش برنامج ممتد. اذا كان في فكره ان هم هيزيد الفاندنج بعد كده، هيمتد بعد كده، طبعا دي حاجات حاليا لسه لم تقرر، وانا ما اقدرش ادي فيها اي معلومات غير دقيقه يعني الحقيقه. لكن فاحنا دلوقتي ايوه عشان انا لكن فاحنا دلوقتي الفاندنج ليه مده، يعني ليه حاليا هو فاندنج معين محط يعني في مده معينه، انه هيمتد او يزيد او كده، طبعا دي قصص يعني دي حاليا ما اقدرش اقولها، لاني انا مش حابه ادي الناس معلومات غير دقيقه. عشان كده دايما بنصح الناس انها تحاول تقدم as soon as possible يعني. وانا عن نفسي قدمت لنفسي، يعني انا عن نفسي انا ودكتور جمال قدمنا. برنامج حكومي انت بتدفع تاكس، واي نوت يعني تستفيد منه، لانه بالضبط انا بالضبط يعني موجود لاسباب، مش بس والله تقول لا انا بستغل الحكومه. هذا برنامج مش استغلال، بالعكس يعني برامج مجموعه من لا هو مش هو البرنامج ده مش يعني انت احنا بندخل معلومات. والله اذا حضرتك حضرتك اوكي، اذا حضرتك البرنامج ده هو مش بيدوك فلوس في ايدك، هم بيعملوا حاجات لتوفير الطاقه، وده بيفيد البيئه كمان، يعني هي هم بيستهدفوا بيه كمان زي ما دكتور جمال قال، بيستهدفوا بيه كمان ان احنا نحسن البيئه من حولنا، ونحسن الحاجات السامه اللي عماله تطلع دي نتفاداها يعني قدر صحيح. فايوه فانت بتقدم خدمه لنفسك وللانفايرومنت والبيئه من حولك يعني، وفي نفس الوقت احنا بندخل معلومات. والله حضرتك اليجيبل اوكي، مش اليجيبل خلاص بيظهر ان حضرتك اكيد وتوليد يعني الكهرباء، توليد الكهرباء يا جماعه بيحتاج طاقة كبيرة ومحركات كبيرة وبيعمل انبعاثات كبيرة، فهم لما يخففوا من كمية الكهرباء المستخدمة بالتالي بيستخدموا أقل، وبالتالي بيوفروا على نفسنا أو بيساعدونا في تنظيف البيئة اللي حوالينا. فيعني الموضوع هو متشابك، وأعتقد برضو في أمور حكومية، لأنه إحنا عندنا لازم نوصل لمستوى معين من انبعاثات الكربون حسب الاتفاقيات الدولية. فالموضوع يعني كتير كبير، لكن سهل جدا عند الأستاذ لبنى، تتصلوا فيها تلفون على 613-808-0200-613-808-0200 من الساعة 9 للساعة 4 من الاثنين للجمعة، بأي وقت هي إذا ما كان معها تلفون تاني بترجع تتركوا لها مسج تتصل فيكو، أو بتبعتوا لها مسج على هذا الرقم أو على الإيميل بتقولوا لها أنا حابب تتواصلي معي يوم كذا الساعة كذا، هي حتحاول ترتب هذا الموضوع. حتى لو كان خارج مواعيد العمل الرسمية أنا برضو هتواصل معاكم في الوقت المناسب ليكم، يعني بشكل استثنائي، علشان برضو نقدر نخدم الناس اللي هي بتكون عندها ظروف عمل خاصة. طبعا احنا بنقدر ده، احنا موجودين لخدمتكم، بس ده السبب الوحيد لوجودنا. وأنا أتوقع لأنه السبب أنه يعني ليش هي بتحكي من 9 إلى 4، لأنه لازم يكون عندها كمبيوتر تحسب لك الحسابات هاي. لا هو حضرتك هو دكتور خالد دكتور جمال، انا معايا اللابتوب الداتابيز على اللابتوب الشغل، انا كل حاجات الشغل انا فعندي اوفيس في الشغل بتاعي، يعني عندي في اوفيس في البيت عندي، لان احنا بنسجل الناس والداتابيز كل حاجه هي كلها حاجات سكيورد، حتى تليفوني هو تليفون العمل تليفون البيت كل حاجه عندي هنا، بحيث ان احنا حاليا زي حضرتك عارف ظروف الكورونا مصالح الناس ما تتعطلش، وفي نفس الوقت علشان احنا زي ما قلت لحضرتك عندنا مده محدده عايزين نخدم الناس فيها، يعني فمش معقول هنوقف البرنامج كل الفتره دي، فبالتالي كل ده معايا. بس انا عاده بعمل يعني لي عدد ساعات عمل طبعا محدده، يعني ما بقدرش اكون افيلبل لل 24 ساعه، فانا بشتغل من 9 ل 4 كل يوم، ولكن انا اذا في حد عايز يقدم الوقت ده مش مناسب لي لان هو وفقا لظروف عمله، فانا هعمله ده بشكل استثنائي، وبرده هحسب له كل حاجه، ولو عايز يقدم يعمل الابلكيشن هعمل له الابلكيشن حتى لو كان في الساعه 6 او 7، بس المهم نكون مرتبين مع بعض لو كان خارج الساعه 4، لكن لو من 9 ل 4 يا ريت تتصلوا في اي وقت يعني من غير اي ترتيبات.
ممتاز ممتاز أستاذة لبنى، يعني في أكثر من أسئلة بس كلها جاوبناها. هل أتصل على رقم أوتوا؟ يس، إذا أنت في تورونتو ممكن تتصل على هذا الرقم، وإذا ما بتقدر تتصل أستاذ مكيه بيسأل، إذا ما بتقدر تتصل تبعت مسج للأستاذة لبنى وهي حتتصل فيك. بالضبط. ما عندك مشكلة إذا ما عندك مثلا أول ايوه كندا ايوه كولز، بالضبط، كيف ابعت لي ممكن؟ رقمه في مسج يس وانا اكلمه، وانا اكلمه في برضه في الوقت، يكتب لي لو في وقت محدد هو حابب ان انا اتصل بيه فيه، انا هحاول ان انا اخليه. طبعا يعني احيانا انا بكون عندي اجتماعات وحاجات كده، بس انا مجرد ما بشوف الرقم انا بتصل على طول، يعني انا مجرد ما بكون فاضيه يعني انا تليفون على طول بتصل يعني. بس انا اذا ما مش برد، يا اما بيكون عندي ابلكيشن تاني بعمل بشتغل عليه، او بكون مثلا ميتنج او كده، لان احنا بنعمل كل واو. الميتنج زوم ميتنج وكده، يعني احنا شغالين عادي كأن احنا في مكاتب يعني. نعم، احنا للأسف في الوقت داهمنا، واحنا كنا مخططين ل 40 دقيقة، ان ساعة وعشر دقائق. الحديث جميل معك أستاذة لبنى، الله لكن يخليك. لازم نخلص، عندنا برنامج كمان قريبا الساعة 7. شو بتحبي توجهي لجمهورنا آخر دقيقة لك؟ انا عشان انا ما اخدش وقت كتير، انا عايزه اقول لهم ان احنا وانا موجودين هنا لخدمتهم، وهبقى اكون سعيده جدا ان انا اخدمهم في سواء في الهايدرو او في اي حاجه تانية، يعني اي جانب تاني من جوانب الحياه احنا ممكن نقدر نقدم لهم اي دعم فيه. وطبعا انا بشكرهم جدا يعني ان هم كانوا موجودين معانا النهارده، وبشكر حضرتك طبعا شكر خاص على اتاحه لنا الفرصه الجميله دي يعني، وشكرا جزيلا، ده اللي انا حابه اقوله، شكرا جزيلا لكم جميعا، ومنتظره تليفوناتكم وتحت امركم في اي وقت. ويعني انا بقول انا حاسه ان انا دلوقتي مش في شغل، انا حاسه يعني ان انا في جلسه عائليه كده يعني مع أكيد الجاليه العربيه. طبعا الشعور بيكون مختلف برضه. أكيد. أنا باسم قناة كنار تي في حابين نشكرك ونشكر وقتك اللي أعطيتينا إياه، الله يخليك. نشكر جميع المشاهدين واللي علقوا واللي استمعوا واللي حيعملوا شير لهذه الحلقة، لأنها برنامج مهم. بذكركم في حلقتنا الساعة 7 اليوم حتكون مع محمد عيسى عن الكتاب اللي اخترناه الأسبوع الماضي، وحنرشح لكم كتاب جديد. والساعة 9 حتكون مع الأستاذ محمد تميمي، حنتكلم عن الأسر المنتجة مع شخصية رائعة قامت بعمل بزنس، في حنتعلم منها كيف عملت هذا البزنس. تابعونا إن شاء الله، والسلام عليكم. شكرا جزيلا، سلام عليكم.